فقرة من الشواعر نواصل فيها الاستماع إليهم. الشاعرة الأستاذة آيات عبد المنعم. مساء الخير على حضراتكم جميعا، سعيدة أني معاكم النهاردة في حفل تدشين منتدى الفكر العربي، منتدى الأدب والفكر العربي. سعيدة بالدعوة الكريمة، أتمنى لهم النجاح وتكون خطواتهم موفقة بإذن الله. نبدأ بالقصيدة الأولى وهي قصيدة بعنوان مصر. شائكة شائكة تلك التفاصيل التي تجمعني بك، مزدحمة كطرقات نهارك وضجيج ليلك، حميمية النسمات كضحكتي لاعب النرد على المقهى مع الرفقاء، بشوشة كسطح النيل وصوت الصباح المغرب يلقي السلام عليك والتحايا هديل النعم. ممتدة أنت يا عمري، يا عمر الزمان، يا تاج النخيل من جدران معبدك لمسلة تنازع النجم الألق، تسمو وتزهو بالصيحة والنهر وألوان العلم. صفصافة وموسيقى بتلات فجر ندية التقويم تؤرخ الأزمان توحيدا مذ كان العدم. حبات قمح وخيط من نهار دافئ يفيء بالشمس فتأتي بمواكب النور الجلالة وعرائس النيل وقصائد العشق، تسبح في مدارات الخلود بهية أيقونة الرسل وخطى الملائك في مسارب الشعر، وابتهالات المديح وترانيم الطفولة، وعيد للربيع لون الدنيا بمواسم الفرح وبشارات الأمل. مصر العتيقة والوليدة والمليحة والبريئة، في منازل الأحلام أقمار أهلة وأجنحة الغمام ورؤى المسرة. أبية الحسن يافعة تقية، مصر عيون الأمهات مع الدعاء مبسملة، بيت الرضا وكرمة العز، مصر النجيبة والأغنيات بلا زوال، سمر وسحر السمروات ونسرها عين تحلق في وادي الملكات، والأرض طيبة والمدائن تبتسم. أشكركم.